بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الدراسات الدولية للغات، أرحب بكم قسم الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله نبدأ معكم أستاذ إسلام رجب. إن شاء الله نبدأ معكم درس جديد بيتكلم عن خلفاء محمد علي باشا. كان الدرس السابق كان بيتكلم عن محمد علي وبناء الدولة الحديثة، كان بيتكلم عن سياسة محمد علي سواء السياسة الداخلية والإيه الخارجية، وإن انتهى عهد محمد علي بتوقيع بآخر حاجات إن هو تم توقيع إيه اتفاقية إيه لندن سنة 1800 وكام و40. نبدأ بقى عندنا خلفاء محمد علي. خلفاء محمد علي مين نتكلم عنهم؟ نتكلم عن إبراهيم وعباس وسعيد والخديوي إسماعيل والخديوي توفيق. في سؤال دايما بيقول لك إن خلفاء محمد علي يقول لك لم يكن على نفس الكفاءة أو القوة اللي كان عليها مين؟ محمد علي. ليه؟ أول حاجة لما نتكلم عنها ما كانش على نفس الكفاءة أو القوة. ليه؟ لأنهم كانوا دايما بيتأرجحوا ما بين مظاهر الميل لكل من فرنسا وإيه وبريطانيا والدولة العثمانية. يعني مثلا هتلاقي فترة في من خلفاء محمد علي أو إيه بيميل لإنجلترا، فترة بيميل للدولة العثمانية، فترة بيميل لإيه لفرنسا. يبقى عشان عندنا بقول لك سؤال بما تفسر لم يكن خلفاء محمد علي على شاكلته أو على نفس القوة والإيه والوعي الذي كان فيه، لأنهم كان دايما منهم جزء بيروح بيميل لفرنسا وجزء بيروح يميل لبريطانيا وجزء بيميل للدولة العثمانية. أول حاجة نتكلم عنها من خلفاء محمد علي بنتكلم عن عباس باشا الأول. عباس باشا الأول نتكلم عن عباس. عباس باشا الأول ده تولى الحكم سنة 1848، وده بيقولوا إن حركة النهضة توقفت فعلا. إحنا قلنا محمد علي كان ليه إنجازات كبيرة في سواء في الحياة الاقتصادية، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الجيش، في التعليم والثقافة. لا، إن لو كان في نهضة كبيرة يعني، إنما جه في عهد عباس الأول توقفت حركة النهضة. ليه توقفت حركة النهضة؟ عشان عباس باشا الأول قام بإغلاق المدارس وقام بإغلاق المصانع وخفض عدد الجيش وعطل أعمال الترسانة الإيه البحرية. كمان ايه بدأ ان هو بدأ ايه في اعمال قضية، اللي هو بدأ في اصلاح الطرق البرية ما بين القاهرة والسويس، وبدأ في ايه اول انشاء اول خط سكة حديد يبدأ من بين القاهرة والايه واسكندرية. يبقى عندنا السؤال بيجي لك، انا هو بيقول لك ايه بما تفسر توقفت حركة النهضة في عصر عباس باشا الاول ليه؟ هنقول لانه قام بإغلاق المدارس وإغلاق المصانع وخفض عدد الجيش وعطل أعمال الترسانة الإيه البحرية. طب الإنجازات اللي كان في عهد عباس إن هو اهتم بإصلاح الطرق البرية ما بين القاهرة والسويس، وبدأ في إنشاء خط سكة إيه حديد. طيب بيجي بعده عباس تم عهده انتهى، بيبدأ عهد واحد تاني واسمه محمد سعيد باشا، أو بمعنى أصح هو سعيد إيه باشا. ده تولى الحكم بعد وفاة مين؟ عباس باشا الإيه لو ليه إنجازات في بعض المجالات سواء في الزراعة، في النقل والمواصلات، في أشياء أخرى يعني. أول حاجة عندنا في الزراعة إن هو اهتم بإصلاح أحوال الفلاحين، إن هو أصدر حاجة اسمها اللائحة السعدية. اللائحة دي بتقول لك إيه؟ إن الفلاح أصبح له الحق في توريث الأرض، الأرض الإيه؟ الزراعية. أصبح الفلاح إن هو إيه ده حق توريث الأرض الإيه؟ الزراعية. كمان إن هو اهتم بتطهير الترعة زي ترعة الإيه؟ المحمودية، حتى يستفيد منها في الري والإيه؟ والزراعة. طيب ممكن نطرح سؤال إن هو تقول لك إيه؟ ما المقصود باللائحة السعدية؟ أو ما النتائج المترتبة على اللائحة السعدية؟ أو في سؤال تاني يقول لك إيه؟ بما تفسر ازدهار الزراعة أو تحسن أحوال الفلاحين في عهد عباس باشا، يعني في عهد سعيد باشا إيه؟ ليه؟ يقول لك تحسن أحوال الفلاحين في عهد سعيد باشا، هدول بسبب اللائحة الإيه؟ السعدية، واهتمامه بمشاريع الإيه؟ الري، واهتمامه بالري والإيه؟ والزراعة. تمام؟ غير بقى بنتكلم عن اتكلمنا عن الزراعة، بنتكلم عن النقل والإيه؟ والمواصلات. قلنا ان عباس باشا الاول بدأ في انشاء خط سكة حديد القاهرة السويس. طب اللي اتمه مين؟ محمد سعيد باشا او سعيد ايه باشا. كمان هو بالاضافة اضاف خط جديد ما بين القاهرة لايه السويس، وبدأ في انشاء حاجة اسمها الخطوط التلغرافية عن الطريق الحديثة بين ما بين اسكندرية والقاهرة والايه والسويس. يبقى عندنا انجازات سعيد باشا في النقل والمواصلات، ان هو تم خط الحديد اللي بدأ ما بين القاهرة واسكندرية اللي كان في عهد اللي بدأ في عهد عباس، وانشا خط جديد ما بين القاهره والايه والسويس، وبدا في مد الخطوط التلغرافيه على الطريق الايه الحديثه ما بين القاهره والايه والسويس. طبعا ده جزئيه في النقل والمواصلات. طب اهتمامه الثاني ان هو بدا يهتم في الجيش والبحريه.
شاف ان الجيش في عهد عباس كان متدهور، قال لك بقى ايه اشجع الجيش، بدأ ان هو ايه للنهوض بالجيش، ان هو جعل مدة الحكم سنة واحدة إجبارية للجميع، خلى الحكم سنة إجبارية للجميع. كمان هو اهتم بالترسانة البحرية وبدأ في إصلاح الإيه السفن وتجديد الأسطول، وفتح باب الترقي أمام الضباط المين المصري. عندنا إنجازات إسماعيل في الجيش، إن هو إيه اهتم بالجيش وجعل مدة الخدمة العسكرية سنة إيه واحدة إجبارية للجميع، واعتنى بالترسانة البحرية وأصلح السفن وفتح باب الترقي أمام الضباط الإيه المصري. كانت أول خطوة من خطوات تقدم المصريين في الإيه في الرتب الإيه العسكرية. مساوئه بقى إن هو في التعليم، إن هو ألغى ديوان المدارس الإداري والمدارس اللي هو بمثابة دلوقتي وزارة التربية والإيه والتعليم، وشجع البعثات الأجنبية في فتح مدارس لها بالقاهرة والإيه واسكندرية. بقى عندنا تمركزت البعثات الأجنبية أو المدارس الأجنبية فين؟ في القاهرة واسكندرية، تمام؟ بعد كده بدأ إيه يدخل بقى الشؤون الداخلية. خلاص يبقى عندنا اسمه إيه سعيد باشا، كان ليه إنجازات في الزراعة ونقل المواصلات والجيش. أما في التعليم ألغى ديوان التعليم وشجع البعثات التعليمية في إنشاء إيه مدارس إيه. طيب عندنا بقى مساوئ إسماعيل هي القروض الأجنبية. هو أول واحد بدأ سياسة القروض، ان هو بدأ استلف من احد البنوك الايه البريطانيه سنه 1862، تمام؟ يبقى عندنا اول ما بدأ سياسه القروض هو مين؟ سعيد ايه باشا. مساوئه تاني هو امتياز حفر قناه السويس او امتياز قناه الايه السويس. سعيد باشا قلنا فكره قناه السويس ده فكره قديمه من ايام الحمله الفرنسيه. قلنا الحمله الفرنسيه كان عندها مشروع ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، ولكن عندها كان خطأ حسابي في ان هم بيقولوا ان مثلا ان المسطحين في واحد اعلى من الثاني يعني، فده كان خطا حساب. والفكره عرضت على محمد علي، ومحمد علي رفض هذه الايه الفكره، فعرضوا الفكره تاني على مين؟ سعيد باشا. فعندنا كان في مهندس فرنسي اسمه ايه فراند ديليسيبس، ده عرض الفكره على سعيد باشا، وسعيد باشا وافق ايه عليه فاداله امتياز. الامتياز الاول هو بيقول سنه 1854 بيقول ايه منح امتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس، تأسيس شركة حفر قناة الإيه السويس. هي الاستثمارات فيها هيبقى لمدة كام؟ 99 سنة من تاريخ إيه فتح الإيه القناة للملاحة. يبقى عندنا أول حاجة إن هيبقى فيه شركة اسمها شركة عامة شركة قناة الإيه السويس، الاستثمارات فيها لكام؟ لمدة 99 إيه سنة من بداية فتح القناة. ده الامتياز الأول. طب الامتياز التاني بقى منحه لليسيبس عقد الامتياز التاني، وكانت شروطه ظالمة ومجحفة للمصريين. عشان يجيب لك السؤال اهو دلل على ان شروط حفر ممتاز حفر قناه السويس التاني كانت ظالمه او جاحفه بالنسبه للمصريين. ليه بقى؟ لان الحكومه المصريه منحت الشركه انشاء قناه وحفر ترعه صالحه للملاحه النيليه اللي هي ترعه الاسماعيليه، يستمد منها المياه وتصب في القناه الايه مرح، كمان انشاء فرعين للري والشرب يستمدها من برضك من مياه ايه ترعه الاسماعيليه. يبقى عندنا اول حاجه ان الحكومه المصريه هتدي لها امتياز حفر المياه ترعه مياه صلاحة اللي هي تبعت الايه الاسماعيليه. تاني حاجه ان الحكومه هتتنازل لجميع الاراضي المملوكه لها للمطلوبه لانشاء هذه القناه، يعني مثلا القناه هيتم انشائها على اراضي معينه مالكه للدوله، الدوله هتتنازل ايه عنها. يبقى عندنا ده رقم كام؟ 2. تاني حاجه تكون مده الامتياز كام سنه؟ 99 ايه سنه من افتتاح القناه، وتقول للقناه بعد كده الحكومه الايه مصر، يعني الشركه هتبقى الاستثمارات اللي فيها وكل شيء فيها هيبقى مده الامتياز 99 ايه سنه. ان اربع اخماس العمال هيكون من المصريين، ان اربع اخماس العمال هيكون من مين؟ من المصريين. تاني حاجه ان الشركه هيبقى لها حق فرض الرسوم ما تشاء من الرسوم على السفن اللي تمر ايه والقناه، يبقى الحكومه مالهاش دعوه بالرسوم اللي هتفرض على الايه القناه، لا هي الشركه هي اللي تبقى مسؤوله. يعني مثلا سفينه عاوزه تفرض عليها 20% من من المنتجات اللي تحتويها 10 5 هي الشركه المسؤوله عنها. تاني حاجه ان مصر تحصل مقابل على الاراضي والانجازات اللي تم منحها للشركه على كام من ارباح 15% من ايه من الارباح. والشرط الاساسي لصحه هذا الامتياز هو ان السلطان العثماني بيصدق ايه عليه. قلنا الامتياز الاول والامتياز الايه التاني. عندك مدلل على ان كان الامتياز الاول كان الامتياز الثاني كان ايه ظالم بالنسبه للمصريين، هنقول الشروط بتاعته. طيب صحة ال صحة ال دل على صحة الامتياز هو ان المفروض السلطان عثمان يصدق ايه عليه. طيب بيجي للتالت واحد هو عهد الخديوي اسماعيل، ده اللي تولى الحكم من 1863 ل 1879. ده يعتبر من ازهى او اجمل فترات تقدما وعمرانا في تاريخ مصر الحديث. كمان هو مثل ايه
اخطر حقبه تعرض لها الايه البلاد من تدخل اجنبي في شؤون ايه مصر بسبب الاخطر. بقى عندنا بقى مظاهر النهضه والاصلاح في عهد مين؟ اسماعيل. اسماعيل كان عاوز يرجع امجاد جده محمد علي، وعاوز يرجع امجاده وقوته مره تانية، فبدا يهتم بالايه بالحاجات اللي كان محمد علي بيهتم بيها اصلا. فاول حاجه اهتم بيها هي اهتم بالزراعه والري، ان هو زود مساحه الارض الزراعيه وخاصه المساحه المزروعه بقصب السكر، وزود انتاج الايه القطن. كمان ان هو بدا في حفر العديد من الترع مثل الترع الابراهيميه، وانشا ايه شاطئ القناطر على النيل، وتم اصلاح القناطر الايه الخيريه. يبقى عندنا القناطر الخيريه اللي انشاها محمد علي، واللي اصلحها مين؟ الخديوي مين؟ اسماعيل. بقول لك ويقول لك وضح اهتمام اسماعيل بالزراعه والري، ان هو وسع مساحه الارض الزراعيه، وسع مساحه الارض المزروعه بقصب السكر وانتاج الايه القطن. تمام. بعدها كان في مجال بقى الصناعة، وعد نشاط كثير من المصانع، وتم توسيع في إنشاء مصانع الإيه السكر في الوجه الإيه القبلي اللي هو في صعيد مصر حاليا. التعليم والنهضة، إن هو بدأ رجع ديوان المدارس اللي قام بإغلاقه مين؟ سعيد إيه باشا. كمان إن هو اهتم بإنشاء المدارس الإيه المختلفة. كمان أن اهتم خاصة هو أول واحد بدأ في إنشاء مدارس خاصة للبنات. كمان انشاء دار للكتب، وانشا دار اسمها دار الرصد بالعباسيه ومصلحه الاحصاء، واللي ده في الجامعه الجغرافيه سنه 1875. عندنا وضح اهتمام اسماعيل بالتعليم والنهضه او الثقافه، انه وعد فتح ديوان الايه مدارس مره اخرى. اهتم بقى بالجيش والبحرية، ان هو اهتم بالجيش والتحرير، ان هو نظم الجيش وسلحه ومضاعف قوته، كمعنا كما اهتم بنهضه التعليم الايه البحري. في العمران بقى، ان هو اسماعيل اهتم بشكل كبير بالعمران، ان هو انشا دار الاوبرا المعروفه حاليا، وقام الجسور والكباري، ومد انابيب الايه المياه لشوارع كثيره، ان هو ادخل الاناره بالغاز، بنى العديد من القصور زي قصر اسمه قصر ايه عبدي، ومد خطوط الاغرافيه في جميع محافظات مصر، وانشا مصلحه اسمها مصلحه البريد الايه مصر، اللي كان لها مكاتب في اسكندريه والقاهره والاقاليم المختلفه. يبقى عندنا شهدت في مصر، شهدت مصر نهضه اقتصاديه شهدتها في مصر في عهد مين؟ اسماعيل. عندنا بقى اسماعيل في الحياه النيابيه او الحياه الاداريه، ان هو مصر عرفت حاجه اسمها الهيئات، شبه الهيئات النيابيه، اللي هو مجلس شورى النواب سنه اللي اصدره سنه 1866، وده يعد بدايه في تاريخ الحياه النيابيه في مصر الحديثه، وانشا وزاره مسؤوله، ووضع اول دستور لمصر عرف باللائحه الايه الاساسيه. طب اللائحه الاساسيه بالهدف منها ايه؟ اقامه حياه دستوريه ايه سليمه، ولكن الدول الاوروبيه عقد هذه التطورات الايه الدستوريه. يبقى عندنا اسماعيل باشا أسس مجلس شورى الايه النواب، وانشا وزاره مسؤوله، وضع اول دستور لايه لمصر. اسماعيل بقى نتيجه بقى تقدم في الزراعه والصناعه وتقدم في الجيش، بدا يهتم بالايه بالحملات ووسع نفوذه، فهو بدا حملاته للاقاليم الاستوائيه لمنع تجاره الرقيق والتوجه في الجنوب والسيطره على ايه مياه النيل، حتى وصل نفوذ مصر الى ساحل البحر الاحمر سنه 1875. عندنا يقول لك بما تفسر توجيه اسماعيل حملاته الى الاقاليم الاستوائيه ليه؟ لمنع تجاره الرقيق والتوسع والجنوب والسيطره على مياه ايه؟ نهر النيل. طيب ده امتداد نفوذ. طب ما النتائج المترتبه على توجيه اسماعيل حملاته، وصل نفوذه الى ساحل البحر الاحمر بايه؟ مكمل. بنيجي لجزئيه ثانيه هي الازمه الماليه وزياده الدخل الاجنبي في شؤون ايه؟ مصر. عندنا الازمه الماليه لها شروط او اسباب الازمه الماليه، دايما بيقول لك سؤال بما تفسر تعدادات عوامل الازمه الماليه. اول حاجه سياسه الاقتراض اللي اتبعها الخديوي اسماعيل للوفاء بالتزاماته ومشروعاته، ان هو مش هيقدر ينفذ المشروعات اللي معاه ديت الا ما يبدا بسياسه الاقتراض. ثاني حاجه فتح قناه السويس، اللي هو قام الخديوي اسماعيل الحفلات لافتتاح القناه سنه 17 نوفمبر 69، دعا ان هو ايه ملوك اوروبا وانفق عليهم الفسخ والاحتفالات ما ادى لزياده الازمه الماليه. ثاني حاجه علاقته بالخديوي اسماعيل بالدوله العثمانيه، عشان يحصل على بعض الفرمانات زي لقب الخديوي، ان هو يجعل ورث العرش في اكبر ابنائه، ان هو يزود على الجيش، ان هو يحصل على لقب الخديوي، ان هو بدا يقدم ايه ان هو يحق في عقد محدد، ان هو بدا يستلم من الخارج عشان يدي السلطان العثماني الاموال والهدايا عشان يقدر ايه يديله الفرمانات دي. تاني حاجه الامتيازات الايه الاجنبيه، كل ده عوامل ادت الى الازمه الماليه اللي هي اساس الافتراض، افتتاح قناه السويس، عقد الخديوي اسماعيل بالدوله العثمانيه، والامتيازات الايه الاجنبيه. طيب نتيجة الأزمة المالية بقى بدأ عندنا بقى حاجة اسمها التدخل الأجنبي في شؤون مصر، منها مظاهر كتيرة يعني. أول حاجة عندنا محاكم القنصلية. محاكم القنصلية ديت كانت بتنظر في الجرائم اللي يرتكبها الرعاة الأجانب ضد المصريين والحكومة المصرية،
ولكن من مساوئ ان احكام لا تستأنف الا في الخارج مما يدفع المصريين للتنازل عن حكم. يبقى عندنا مساوئ المحاكم القنصليه ان الاحكام بتاعتها لا تستأنف الا في الخارج، ما بتنفذش الا في خارج الدوله، ماشي، مما يدفع المصريين للتنازل عن ايه، عن حقوق. وكان المحاكم القنصليه مهمتها ايه، النظر ما بين القضايا او الجرائم اللي ارتكبها الرعاة الاجانب ضد المصريين والحكومه الايه المصريه. طيب اسماعيل عشان يشيل مساوئ المحاكم القنصليه عمل حاجه اسمها المحاكم المختلطه. عمل حاجه اسمها المحاكم الايه المختلطه. المحاكم المختلطه ده انشا لحد مساوئ المحاكم الايه القنصليه، ان هو اهتم بالنظر في القضايا المدنيه ما بين المصريين والاجانب، والفصل ما في المنازعات ما بين العقارية إذا كان أحد الطرفين من الأجانب، ومنازعات تنشأ ما بين الأجانب والحكومة الإيه المصرية. ولكن بمساوئها إن هو كان إيه تسمح لهم بالتدخل في التشريع الإيه المصري وانحيازهم للإيه للأجانب. طيب رقم ثلاثة في التدخل الأجنبي هي بعثة اسمها بعثة كيل. حديث اسم بريطانيا وفرنسا عاوزين إيه يعني إسماعيل يسد لهم الديون اللي تم إيه عليه. فإسماعيل قال لهم أنا عندي مشكلة أو عندي أزمة مالية، بعتوا له حد يحل الأزمة دي. فبريطانيا بعت لهم واحد اسمه ايه مستر كيف، ده موظف لدراسه جه عشان يدرس اسباب الاوضاع الماليه في مصر وتقديم المقترحات لعلاج هذه الايه الازمه. فالحكومه ارسلت بناء على طلب مين، خديوي مين، اسماعيل، مستر اسمه مستر ايه كيف. طيب مصر ده اقترح او البعثه دي اقترحت ان هي يتم انشاء اداره للمراقبه الماليه برئاسه واحد موظف انجليزي بيعقد ان هو بيشرط على الخديوي ان الخديوي مش هياخد اي قرض الا لم توافق على زي توافق عليه الاداره الايه الرقابه الماليه. يبقى عندنا بس كيف ده جاء بناء على طلب الخديوي مين، اسماعيل. ليه؟ قال لك انا عايز احل الازمه الماليه اللي عندي، فالازمه تقدم اقتراحات. الاقتراحات ديت نتيجه انشاء ايه اداره للمراقبه الماليه برئاسه موظف انجليزي، واشترطوا عليه ان مش الخديوي مش هياخد اي قرض الا لما بيوافق على زي الرقابه. بيجي بعده صندوق الدين. صندوق الدين ده بمثابة ايه خزانة فرعية الى جانب الخزانة الايه المصرية. ده مهمته ان هو بيستلم الايه المبالغ المخصصة للديون من المصالح الايه المختلفة. بيجي بعد صندوق الدين المراقبة الثنائية، برضك اقترح الدول الأوروبية فرض رقابة على الايه على المالية المصرية. فالخديوي اسماعيل اضطر لإصدار مرسوم بتعيين مراقبين أجنبي، واحد بريطاني للإيرادات اللي هي الفلوس اللي داخل مصر، واحد فرنسي للمصروفات اللي هي ايه اللي مصر بتصرفها يعني. فانشا اسمه نظام اسمه نظام المراقبه الايه الثنائيه. بيجي بعدها لجنه اسمها لجنه التحقيق الايه الاوروبيه. لجنه التحقيق الاوروبيه ديت ده نتيجه بقى ازدياد الازمه الماليه وسوءا ومطالبه الرقابين بانشاء لجنه دوليه تحقيق، بدا اسماعيل بقى استجاب لهذه الايه اللجنه. اللجنه ديت طلبت بايه بقى؟ طلبت ان اسماعيل هيتنازل عن السلطه المطلقه لوزاره مسؤوله عن الحكم، كمان هو يتنازل عن اطيانه واطيان عائلته ووضع ايه تحت رقابه الايه دوليه مقابل ايه مخصصات ماليه تصرف له، اللي هو مقابل زي ايجار كده. يبقى عندنا لجنه التحقيق الاوروبيه دي اللجنه دي جت ليه؟ عشان الازمه الماليه زادت سوءا في مصر. طيب اشترطت ايه اللجنه ديت عشان يتم عشان يقدر يحل مشكله ان الخديوي يتنازل عن السلطه المطلقه بتاعته دي؟ كان حاجه ان هو يتنازل عن اطيانه واطيان ايه عائلته ووضعه تحت رقابه ايه دوليه مقابل مخصصات ايه ماليه له، تمام. ده اسماعيل اضطر ان هو يوافق على ايه على هذه الايه المطالب. وبعد كده اسندت الوزاره لاتفاق ما بين بريطانيا وفرنسا بتاليف وزاره اسمها برئاسه واحد اسمه مبار ايه باشا، بقى وزير اجنبيين، واحد بريطاني الماليه واحد اخي فرنسي الايه الاشغال. طيب محمد مع خديوي بقى اسماعيل واللائحه الوطنيه وعزل خديوي بقى. خديوي اسماعيل عاوز يتخلص من الوزيرين الاجنبيين وعاوز تخلص من الوزارين الاجنبيين، وهو في اصدر مرسوم سنه 1879 بتسويه الديون. سوى الديون اللي عليه خالص، قال لك ما عادش عندي ديون، وسويتها طبقا للدستور او اللائحه الوطنيه اللي انا اصدرتها، مما ادى الى تدخل حكومتين البريطانيه والفرنسيه والضغط على السلطان العثماني. فالسلطان العثماني نتيجه الضغط اللي عليه اصدر فرمان بخلع مين؟ اسماعيل بتوليه ابنه توفيق سنه 1879. يبقى عندنا مين نتكلم عن اسباب عزل الخديوي اسماعيل؟ هو اول حاجه رغبته انضمام الحركه الوطنيه، ورغبته في اقصاء الوزيرين الايه الاجنبيين، واصدار مرسوم بتسويه الديون لما طبقا للايه للائحه الايه الوطنيه، ما دخل فرنسا وانجلترا وضغط على السلطان العثماني، وتم خلع مين اسماعيل وتمريض ابنه مين توفيق. كده انتهينا من الدرس، وان شاء الله بعد الحصه هيبقى في امتحان اونلاين، ماشي، هينزل على المودو وهينزل على جروب اولياء الامور، وان شاء الله يبقى الامتحان مفتوح تقدروا تدخلوا في ايه
في اي وقت تحلوه، والدرجات ان شاء الله هتجيلنا يعني، ما تقلقوش يعني. هو امتحان تجريبي للتجربه، مش اكتر يعني. ان شاء الله كنا على حسن استماعكم يعني.